اوكي، العلاقة مع ايسي تيوب جيمينج وبومبو كانت في البداية زي مدينة عادية فيها السلام والأمان والحب، لغاية ما ابتدى الهجوم. ابتدى لغاية ما قرروا هجمت بعض وخلوا العلاقات النجومية، لدرجة إن دلوقتي عرفنا إن في يوتيوبرز كتير كانوا بيتصوروا مع بعض وبقوا يتخاصموا، زي شفنا منهم أوجا وأمير سلو. اوكا وامير سلو دول يوتيوبرين بيصوروا مع بعض، وايس تيوب جيمينج وكل من يعني كل من ايس تيوب جيمينج وبومبو جيمينج اتخانقوا، والصراعات بوظت العلاقة حرفيا. فهنشوف دلوقتي مين اللي يستحق او مين الاحسن. انتوا فاكرين هنعمل كده؟ لا، لان انا ممكن اظلم واحد فيهم والظلم حرام لعن الله من ظلم، فعشان كده مش هظلم حد النهاردة وهقول هما الاتنين عملوا ايه بس. فانا مش هظلم حد حتى لو الواحد التاني عمل حاجة غلط اكتر من التاني، فانا برضو مش هقول ان هو غلطان، لان زي ما قلت لكم لعن الله الظالمين. زي ما احنا عارفين كلنا ان ايسي تيوب جيمينج من اقوى اليوتيوبر اللي عايشين في مصر واكترهم جذبا للمشتركين والمشاهدات. في البداية من الاساس كان من اضعف اليوتيوبرز، ولكن من زمان اساسا كان اليوتيوب مش مشهور جدا في مصر. تخيلوا ان ده من 5 سنين تقريبا، بنتكلم من 5 سنين. كان سولوم يبان ان هو 5 سنين، ده معناه ايام لما ما كنتش بفهم ايه هي الامارات دي اساسا. كنت ما اعرفش غير مصر، وان مصر فيها الاهرامات، وما اعرفش اي حاجة تانية. يعني ايام كده كنت فيها دماغي دي مش يعني كنت بسمع كلام اي حد. عموما هو ابتدى قناته في الوقت ده. اما بومبو ساعتها ما كانش ظهر اصلا، بومبو ساعتها تقريبا كان في الامارات. وبعديها اول ما الفيديو اللي عمله ايسي تيوب جيمينج اول ما سافر الامارات، كان ساعتها عارف بومبو وقرروا ان هما يشتغلوا بقى مع بعض ومش عارف ايه، والعلاقات توسعت اكتر واكتر واكتر. وسولوم طبعا كان مسرور بالموضوع ده، وبومبو كمان كان موافق جدا على الموضوع ده. ولكن الموضوع مش بيكمل، ولكن تخربت العلاقات ان بعد ما بيت بومبو ولع تخربت العلاقات وانتهت العلاقات ما بينهم. ولكن ابتدى، والسبب هو الفيديو اللي عمله بومبو بعد ما مات بومبو في قناة سولوم للأبد، او مش للأبد، يا ريت العلاقات بالفعل تتحسن. لغاية ما سولوم جاب اخره مع بومبو وقال له بص يا عم على البلد كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ولا انا عايزك ولا انت عايزني. فبومبو طبعا جاب اخره مع سولوم وقال له هو التاني. وبومبو قال له بص يا عم على البلد كده، لو انت هتشتمني انا كمان هشتمك، ولو انت سبتني وقلت عليا كلام وحش انا كمان هسبك وقول عليك كلام وحش. فلو انت وجاب اخره بقى مع سولوم
والاتنين اتخانقوا خناقة غير طبيعية، لغاية ما سولوم وبومبو جابوا اخرهم من بعض وراحوا قرروا ان هما بدل ما كانوا في تطبيع او كانوا في انفصال من الاول خالص، ما كانوش يعرفوا بعض اساسا، بقوا في تطبيع، بقوا في علاقة بيحبوا بعض. وبعديها الغي كل الكلام ده، لكن بدل ان هما الغوا التطبيع، ان هما خلوا مع بعض، يعني خلوا علاقتهم، يعني خلوا مثلا ان هما ولا انا اعرفك ولا انت تعرفني، لا بيكرهوا بعض، وممكن كمان يكملوا سب في بعض، مع ان سولوم وبومبو قالوا ان ده اخر فيديو هنعمله عن الواد المتخلف اللي اسمه سولوم او اللي اسمه بومبو. الاتنين طبعا كانوا قاعدين يسبوا في بعض، ولكن طبعا انا مش هقول مين اللي ليه حق ومين اللي ملوش حق، لان دي مش شغلتي، هي حاجة يحلوها مع بعض وهما كده يشوفوا هما يصوروا مع بعض تاني ولا لا. وعموما انا بشوف ان هما لو رجعوا مع بعض هيكبروا قناتهم اكتر، ويكبروها ويكبروها، بدل بقى شغل الكلام الدرامي ومش عارف ايه، وان انتوا تعملوا خناقة. انا عارف ان الاتنين ممكن يكونوا مش طايقين بعض اساسا، ولكن لو عايزين تستفيدوا من قنواتكم من مشاهدات ومشتركين، احسن لكم ان انتوا ترجعوا تاني وتلعبوا مع بعض وتكونوا العلاقة. نفس الكلام لأوجا واسمه ايه ده مش عارف ايه يعني اللي هو أوجا وكل اليوتيوبرز دول، أوجا وأمير سلو ومش عارف ايه، وكل اليوتيوبرز دول لازم برضو يرجعوا. حتى الخناقة اللي حصلت ما بين دكتور ميشو ومصطفى جيم اوفر، برضو الطرفين لازم يتحلوا، لان لو فضلت الخلافات مستمرة، حتى انا في قنوات شوية عندي خلافات معاها زي قناة نور ستار، ولكن انا هدفي من قناة نور ستار ان انا اقول لكم ان القناة دي مناسبة لبعض الناس بس، اما قناتهم هما الاثنين مناسبة برضو لبعض الناس، ولكن قنواتهم مضحكة مضحكة، يعني عارفين كده قنوات تتحب لكل الناس. وعموما لو انتوا عايزين نكمل في سلسلة تصليح الخلافات ما بين اليوتيوبرز، عايزكم كلكم تنزلوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، وبس اشوفكم على خير.